يلا يا جماعة تعالوا. انا دخلت هنا وانا بموت، بفضل ربنا، بفضل دعواتكم، بفضل الملائكه اللي موجودين دول كلهم. هكون مع الدكاتره حضرتك كل الناس. انا اكون جايه ازاي على كل الناس يا رب دايما. بجد يعتبر انجاز من الانجازات اللي ربنا من علينا بيها في الايام الجميله دي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يمكن السيده نشوى كانت داخله بتصارع الموت بجد، تمام؟ يعني نسبه الاكسجين ضعيفه جدا في جسمها، المرض كان ابتدى في مرحله النشاط العاليه بتاعته، والحمد لله ربنا قدرنا وادانا الاسباب ان احنا نقدر نشتغل بيها كويس. كل الدكاتره المحترمين اللي والتمريض والتمريض اللي كانوا سهرانين ليل نهار يدوا العلاج ليها ولكل اللي زيها. الناس دي ما كانتش بتنام، الناس دي ما كانوش بيناموا نهائي عشاني. تعالى يا صاحبي. بابني دكتور محمد توفيق. قول للناس لما دخلت لي بعد ما تعافيت قلت لي ايه؟ الحمد لله ان ربنا نجاكي من فتره معينه. المرض ده في فتره معينه اللي هي فتره الالتهاب اللي بتسمى العاصفه، المريض لو دخل فيها يا بيتم شفاءه على خير يا اما بيروح الناحيه الثانيه. فالحمد لله ان ربنا نجاكي في الفتره دي، والحمد لله الدنيا ماشيه على خير. ده بقى ابني، يا رب كل الشباب يبقوا زيه. ابني محمود، دكتور محمود، ربنا يكرمك يا رب. من فضلك قول للناس انت ازاي كنت بتهديني. احنا من اوعنا طبقا لبروتوكول الوزاره، وادينا كل الادويه الممكنه اللي ممكن تساعد الاستاذه نشوى ان هي تتعافى من هذا المرض، والحمد لله بفضل ربنا ثم بفضل البروتوكول بتاع وزاره الصحه اللي حاطينه اساتذه كبار، الاستاذه نشوى بقت كويسه وبفضل مجهود زمايلنا في المرور اليومي عليها. دايما الحمد لله كنا بنطمنها وبنقول لها ان حالتها كويسه، والدعم النفسي كان مهم جدا ليها، كان احد العوامل اللي خلتها تتعافى بسرعه هو الدعم النفسي والكلام الكويس والمعامله الكويسه ليها مننا ومنها لينا. دي كانت حاجه كويسه جدا منها، واحنا بنشكرها جدا على ذوقها واخلاقها جدا جدا. الاستاذه نشوى ما شاء الله يعني ما شفناش في اخلاقها والله العظيم. الله يخليك قبل كده يعني. ربنا يحميكم يا رب. حبايبي بقى ابني يعني حسين. انا مش عارفه اشكرك ازاي والله، يعني ربنا يبارك لي والدتك ولاسرتك فيك يا رب. الله يخليك الله يخليك يا حبيبي. دكتور احمد محمد اسعد، انت حضرتك كنت المسؤول عن الحاجات اللي هي مكافحه العدوى بقى والحاجات دي كلها، والشرح اللي حضرتك قعدت تشرحه لي. طبعا الحمد لله والف سلامه على فوق حضرتك. واحنا طبعا هنا الحمد لله المرضى برغم ان حضرتك طبعا قيمه فنيه عاليه جدا، لكن المرضى هنا والله يشهد ربنا كلهم زي بعض بالظبط. واحنا هنا الحمد لله هكمل لحضراتكم الفيديو في حلقات تاليه. لكن لا يشعر الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، لا يشعر بها الا المرضى والا من فقدها. الصحه والشفاء من المرض أهم من حاجات كتير جدا، من فلوس ومن نجاحات ومن ومن ومن، لأنها نعمة من الله نرجو من الله أن يحفظها علينا وعليكم. الأطباء اللي حضراتكم بتشوفوهم بره المستشفى، الأطباء الصغيرين دول ولادنا وإخواتنا الصغيرين اللي مدربينهم واللي مخرجينهم من كليات الطب، واللي الحمد لله بنأدي أحسن رسالة. لا أفتخر بأي شيء سوى أنني أستاذ في كلية الطب أخرج أجيال. إن الناس دول اللي متخرجين عشان يقعدوا بره بيوتهم ويباتوا بره البيت باليوم والاثنين والثلاثة والخمسة والستة، ولا يسألوا ولا يملوا ولا يسأموا، وقد كده أدبهم وأخلاقهم ومساعدتهم للناس كلها.
اللي بتشوفوهم في المستشفى راكن راسه واللي نايم واللي بيشرب كوباية شاي واللي خارج بره المستشفى عشان يشم هوا واللي تشوفوه رايح بيشتري عشاء وما تعرفوش انتم مرتباتهم قد ايه ونبطشياتهم قد ايه والضغوط الحياتية والاجتماعية والدراسية عليهم قد ايه، ولكن هم الجنود اللي بيواجهوا عن حضراتكم معركة الدفاع عن الناس. لما حد بيشوفهم وبيشوف هم بيعملوا ايه بيحس بانجازاتهم وبيبقى فخور جدا بان البلد دي فيها هذا المستوى من الطب وهذا المستوى من اخلاق الاطباء وهذا المستوى من التزامهم. كل التحية وكل التقدير لكل الاطقم الطبية اللي سهرت على الرعاية بمريضة مريضة عادية دخلت إلى المستشفى وخرجت عشان تحكي وتوثق تجربتها وحكايتها عن الأطباء ومعاناتهم. بنوجه كل التحية لكل الأطقم الطبية، يا رب يمن بالشفاء على كل مريض ويديم على كل ذي صحة صحته، وخلي بالكم من صحتكم وخدوا بالكم الإجراءات الاحترازية واحمدوا ربنا على النعمة اللي فيها في مصر وتمسكوا بيها، ويا رب تظل الحالات قليلة ولا تزيد.